السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه فيوتشر كوين وقناه بنسي وورد عالم البيتكوين. طبعا فيديو جديد على قناتنا، القناه مهتم باخبار العملات الرقميه. البيتكوين اليوم ارتفع ولمسنا منطقه ال 30000 دولار بعد ارتداد واضح من مناطق ال 26800. بهاي المناطق تكلمنا عن بالفيديوهات السابقه وان هاي مناطق ارتداد واضحه جدا. حاليا اصدقائي احنا بحاله صعود، وهل الصعود مكمل ولا لا، وشو سبب الصعود راح نتكلم عليه بهذا الفيديو. قبل ما نبلش فيديو اصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه، ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناه. خليكم معنا اصدقائي الى نهايه الفيديو حتى تعرفوا اخر اخبار الكريبتو. اول اصدقائي خلينا نعرف شو اسباب الصعود اللي صارت اليوم. عندي تقرير طلع اليوم هو طلبات السلع المعمره الاساسيه، وطلعت النتيجه ايجابي للدولار الامريكي، لكن رغم انه النتيجة طلعت إيجابية للدولار الأمريكي إلا أن الدولار الأمريكي هبط مرة ثانية. على فريم 4 ساعات بتشوف أنه عندي هبوط كان على مؤشر الدولار، وحاليا نحن بمناطق ارتداد، يجب الحذر. مناطق الارتداد الحالية ممكن يسبب هبوط للبيتكوين وسوق العملات المشفرة، لكن لحد الآن البيتكوين إيجابي، لكن لازم أحذر. مقاومة 30500 لازم نقفل بشمعة 4 ساعات أعلى مقاومة 30500، بعدها حتى ننطلق مرة ثانية لمناطق 32000 دولار. مناطق 32000 دولار ممكن بهاي الفترة أدخل صفقة شورت مع ستوب لوز إقفال شمعة 4 ساعات أعلى 32500. غدا أصدقائي عندي أخبار مهمة جدا، عندي أهمها معدلات الشكاوى من البطالة. معدلات الشكاوى من البطالة ممكن يجي إيجابي للدولار الأمريكي وسلبي للبيتكوين. في حال إجا إيجابي للدولار الأمريكي وسلبي على البيتكوين، فهذا الصعود رح يكون صعود عبارة عن صعود وهمي وفخ حتى يتم انخفاض مرة ثانية. لكن لحد الآن البيتكوين إيجابي وممتاز بالإيجابية الكبيرة، والصعود لا يزال مستمر. عندي معدلات الشكاوى من البطالة مهم، وعندي مؤشر مبيعات المنازل المغلقة كمان مهم. بما أنه عندي 3 نجمات على الانفستينج معناتها عالي التقلبات وعالي المخاطر. عندي مؤشر مبيعات المنازل المعلقة، معدلات الشكاوى من البطالة، وعندي الناتج المحلي. هاي 3 تقارير غدا مهمة. التقارير رح تكون الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. طبعا هذا التقرير رح يكون الناتج المحلي، وعندي معدلات الشكاوى من البطالة بنفس الوقت، وعندي مؤشر مبيعات المنازل رح يكون الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة. أصدقائي نحن حاليا عن البيتكوين قريبين من مقاومة عنيدة، ومؤشر دولار قريب على مناطق ارتداد. في حال تم الارتداد إلى الأعلى راح تشوف مرة ثانية هبوط لسوق العملات المشفرة، لكن في حال أقفلنا على 30500 راح نشوف صعود قوي لمناطق 32000 دولار. وعند مناطق 32000 دولار بتقدر تدخل صفقة شورت مع ستوب لوز الإقفال على هاي المناطق. طبعا سوق العملات المشفرة ارتفع بقوة، وحاليا السوق كله عم يضوي باللون الأخضر، إلا بعض العملات لا تزال في حالة هبوط. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، أتمنى الفيديو يكون أعجبك، لا تنسى تشترك بالقناة، فعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.